نبص على آخر قاعدة. آخر قاعدة ودي إن شاء الله هتعجبكم يعني. الحمد لله. اللي هي حركة العناصر الغذائية داخل النبات وعلاقتها بتوصيف أعراض نقص العناصر. يعني إيه؟ حضرتك بتخش على نبات تبص تلاقي ورقة لاوية بوزها، ورقة عليها بقع مصفرة، ورقة مصفرة خالص، ورقة مدياك وشها الناحية التانية ومتضايقة منك، حاجات من دي مش كده؟ ده بيبقى بعيد عن الأمراض، نقص عناصر غذائية. تقعد تحتاس انت بقى، ونقعد احنا هنا بقى نشتغل بعض احلى اشتغالات. كل واحد يقول لك ده ناقص حديد، والتاني يخش يزود قدامه يقول لك ده ناقص زنك. اديها مش عارف ايه وتسمع احلى كلام، واللي يخش على الفيس ويشوف الكلام ده انا بقعد اضحك بس، ما بخشش حتى اعلق عشان ما اصغرش نفسي. خالص، بس بشوف حاجات بس ناس تصعب عليا والله، بيصعبوا عليا صحيح، ايه ده؟ هو أي حاجة وكل فترة، أي شيء في الدنيا أساسه القاعدة العلمية، الأساس. العمارة البرج ال 40 دور ده أساسه إيه؟ الأساس اللي في الأرض. سعادتك لو مش عارف الأساس مفيش برج، مفيش عمارة. فالناس بتفتي وخلاص. اللي أنا واقف عرقان ده وأنا بحكي لكم دلوقتي بقول لك الأساس بس. لو وصل لك هتعرف تتكلم أحلى كلام في التسميد، ما هوش يعني حاجة معضلة. هما الكلمتين دول والله بمنتهى البساطة اللي بقولهم دلوقتي. إيه هي؟ تاني بالراحة كده بص معايا. العناصر الغذائية دي عندي عناصر سريعة الحركة داخل النبات، وعندي عناصر متوسطة الحركة داخل النبات، وعندي عناصر بطيئة الحركة داخل النبات. أنا بعيد تاني أهو، داخل النبات مش في التربة. وعناصر شبه عدم الحركة داخل النبات. العناصر السريعة الحركة دي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. العناصر المتوسطة كبريت ونحاس ومغنيسيوم وموليبدنم. البطيئة الحركة حديد ومنجنيز وزنك. عديمة الحركة كالسيوم وبورون. أستفيد من المعنى ده في إيه؟ على الرسمة دي. بص بقى معايا يا سيدي. أما تخش على أي نبات، اسمع مني بقى كده بالبلدي وببساطة خالص. وليكن مثلا شجرة موالح، شجرة عنب، نبات خيار، نبات طماطم. امسك الساق بتاعته، مش شرط الساق الرئيسية يعني، امسك أي فرع. الفرع بتاعه. وبص عليه وشوف الورقة دي مش مهم إيه الأعراض اللي عليها. انت عاوز تعرف ايه ده ناقص ايه، مش مهم شكل العرض ايه، المهم اسال نفسك سؤال، الورقه دي فين؟ قسم الساق دي، الساق فرع شجره عنب، فرع شجره موالح، ساق رئيسيه بتاع نبات خيار جوه صوبه مثلا لو متربي حاجه زي كده، تمام؟ لو نبات بطيخ في الارض امسك طاق واحده، انت شايف ورقه مسفره، شد الساق ارفعها كده وبص عليها، شوف الورقه دي فين؟ هل في التلت السفلي من الساق، في التلت الاوسط، في التلت العلوي؟ قسمهم بعينيك، امسك الساق وقسمها بعينك انت ثلاث اتلات، تلت سفلي، تلت اوسط، تلت علوي. كويس كده؟ مركزين يا جماعه معايا؟ التلت السفلي لو الورقه اللي فيها لخبطه دي فيها اصفرار، لو يبوزها زي ما قلنا اي حاجه معوجه في وشك كده والسلام، دي تبقى في التلت السفلي حاجه من ثلاثه مش من 16. مش هتقعد بقى تفكر في 16 عنصر، هفكر في ثلاثه بس، يا نيتروجين يا فوسفور يا بوتاسيوم. طالما النقص العنصر موجود فين؟ في التلت السفلي تحت، يا نيتروجين يا فوسفور يا بوتاسيوم. طب افرق بين الثلاثه ازاي؟ سهله خالص. النيتروجين اصفرار عام، يعني لقيت ورقه فيها اصفرار عام مصفره خالص وفي التلت التحتاني تحت، خلاص ما تسمعش حاجه من حد، وهو نقص نيتروجين ما فيهاش كلام، ده علم. خلاص انا مش بقول لك خبرتي، انا بقول لك علم. لو الورقة اللي في التلت التحتاني واخدة لون محمر أو أخضر مزرق ومتوقف عن النمو، في نقص فوسفور. لا ده حافة الورقة بس اللي مصفرة وبقيت الورقة خضرة، نقص بوتاسيوم. أظن كده نعرف نفرق بين التلاتة. النيتروجين اصفرار عام، والبوتاسيوم اصفرار حافة للورقة بس، والفوسفور لون محمر. صعبة دي؟ التلات ورقات دول موجودين فين؟ في التلت السفلي تحت. خلاص يا جماعة؟ طب لو الورقة اللي فيها أعراض غريبة دي في التلت الأوسط اللي أنت شايفه بعينك، أنت مقسمها بعينك كده، زي ما أنا واقف قدامك كده قسمني، مش كده؟ قسمني ثلاث أتلات، تلت سفلي، تلت أوسط، تلت علوي، صح؟ امسك الساق قسمها بعينك ثلاث أتلات. لو الورقة اللي فيها اصفرار في التلت الأوسط، في التلت الأوسط ده هتفكر في أربع عناصر بس من ال 16 عنصر. والأربعة دول كمان ممكن وغالبا بيبقى واحد بعينه، اللي هم مين الأربعة؟ الكبريت والنحاس والمغنيسيوم والمولبدنم.
اشهرهم ظهورا في نص الفرع بالظبط المغنيسيوم. المغنيسيوم عباره عن بقع مسفره كبيره بين العروق بتاع الورقه. الورقه خضراء وليها عروق، بين العروق دي تلاقي بقع جزر منفصله صفرة كده، والورقه في نص الفرع. يعني انا لما بخش صوب الطماطم مثلا والطماطم في ارتفاعي في طولي كده لسه ما وصلتش السلك مثلا، اول ما ببص في النص ولاقي الورق عليه بقع مسفره ناقص مغنيسيوم. وبنبقى زارعين الطماطم دي، ده موجود دلوقتي، زارعينها في تربه بديله مش في التربه العاديه. البيتموس والتربه البديله دي اراضي حامضيه، وانا مغمض عيني. قلنا لكم القاعده الثانيه، عارف ان تحت ظروف الحموضه ايه اللي بيحصل؟ الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمولبدنم بيسقطوا. السبب عندي هنا البيتموس اللي انا زارع فيه، التربه البديله اللي انا زارع فيها او الكومبوست ده، مش هرش مغنيسيوم، لا ارفع بي اتش الارض، احط كربونات كالسيوم، عكس الدنيا كلها ايه؟ احط هيدروكسيد بوتاسيوم، حاجه قلويه عشان تعادل لي الحموضه دي، يوم يتيسر المغنيسيوم ويشتغل. خلاص، الكبريت اصفرار عام، بس الورقه فين؟ في النص. مركزين معايا يا جماعه؟ لكن لو اصفرار عام تحت نيتروجين، لو اصفرار عام في النص يبقى كبريت. النحاس اخضر مزرق والورقه تتقعر زي كف ايدي كده، عامل زي غطا الحله، يبقى نقص نحاس. المولبدنم بقع مسفره على حافه الورقه، على الحافه بس بقع، ده نادر جدا تشوفه. المولبدنم بينقص امتى؟ في الاراضي الحامضيه، لكن ميسر في الاراضي القلويه، فصعب تشوفه في مصر قوي، ما حدش شافه. اتحدى لو حد شافه، ميسر في الارض القلويه. تمام، اكتر عنصر هتشوفه في الحته اللي في النص دي عشان تريح دماغك المغنيسيوم. خلاص يا جماعه. طب لو طلعنا بقى للتلت العلوي اللي هي دماغك بالرقبه كده، التلت العلوي للفرع، اتخيلها معايا تملي برقبه البني ادم بدماغه، عند الزور هنا كده اللي هو قاعده التلت العلوي فوق، القاعده هنا اصفرار عام في الورق، ده ايه؟ ها ايه مالك؟ ناقص حديد. اصفرار عام هنا اهو، ده نهايه الفرع، نهايه الفرع اهي، قاعده الفرع، قاعده التلت العلوي هنا كده اصفرار عام في الورق اللي طالع من هنا، ده ناقص حديد. لا اصفرار عام، اسف، بقع مسفره كبيره في نص التلت العلوي عند مناخيرك كده مثلا، لو نهايه الطرف يعني، الورق اللي طالع من هنا ده كده بقع مسفره بين العروق كبيره، ناقص زنك. بقع مسفره صغيره جدا بين العروق، ناقص منجنيز. طب اللخبطه فوق في نهايه الطرف الزهري فوق خالص، اخر الفرع عنصرين ومش ثالث، يا كالسيوم يا بورون. افرق بينهم ازاي؟ الكالسيوم يعمل تشوه، البورون يدي لون بني، لو لقيت الورق ملون باللون البني ناقص بورون، لو لقيت الورقه مكعره لتحت ومكرمشه، المزارع يقول لك مكرعته ولا ما اعرفش يقول عليها ايه، حاجه كده يعني ايه، اي مجعده مثلا، ده ناقص كالسيوم. الجدار اتهد، الاسمنت بتاع الجدار وقع، بكتات الكالسيوم، فاكرنا احنا قلنا بكتات الكالسيوم عباره عن ايه؟ بكتين جاي من البناء الضوئي صح، يمثل 92%، وكالسيوم جاي من تسميدك يمثل 8%، الاثنين مع بعض 100% اسمنت، بس حصه سيادتك فيها 8%، وحصه ربنا سبحانه وتعالى كربون هيدروجين اكسجين اللي بيشكلوا البكتين دول اللي جاي من البناء الضوئي اللي هو الهواء والميه 92%. يبقى انتم تزرعون، نحن الزارعون، لا ربنا هو اللي زارع، هو اللي الحصه الاكبر، ده صحيح. تمام، يبقى تاني نلخصها بالراحه تاني، معلش، لما تدخل على نبات قدامك وعليه اعراض نقص عنصر، ما تبصش على شكل العرض، الدنيا كلها بتخش في بعضها، بص على ايه؟ قسم الفرع قدامك بعينك ثلاث اتلات، تلت سفلي، تلت اوسط، تلت علوي، واسال نفسك سؤال، الورقه اللي فيها اصفرار او بقع او 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 دي فين؟ في التلت السفلي يبقى ناقص حاجه من ثلاثه، يا نيتروجين يا فوسفور يا بوتاسيوم. طب لو نيتروجين اصفرار عام، طب لو فوسفور لون احمر، لو بوتاسيوم اصفرار حافه. طب الورقه اللي فيها اصفرار او لخبطه دي في التلت الاوسط بتاع الفرع، غالبا هتلاقي عليها بقع مسفره بين العروق، ده ناقص مغنيسيوم. لا ده اصفرار عام، ناقص كبريت. لا ده اخضر مزرق والورقه مقعره، ناقص نحاس. لا دي بقع مسفره على الحافه، ناقص مولبدنم، عشان مش هتعرف تحفظ دول كلهم، غالبا اللي هتشوفه المغنيسيوم. بقع مسفره كبيره بين العروق والورقه في نص الفرع، ناقص النحاس، تقعر الورقه لون اخضر مزرق. طب التلت العلوي من الفرع، لو قاعده التلت العلوي زي ما قلت لك عندي، لو اعتبرنا التلت العلوي في الفرع هي رقبتك براسك كده،
لو من عند الزور هنا كده من عند الغده الدرقيه دي عارفينها من هنا اهو الورق اللي خارج من هنا اصفرار عام ده ناقص النيتروجين ناقص حديد ناقص حديد. لو الورق اللي خارج من مناخير سيادتك هنا ده لو تخيلنا جدلا يعني من منتصف التلت العلوي بقع مسفره كبيره ناقص زنك مع تقزم السلوميات ويعمل مرض فيسيولوجي مشهور قوي اسمه التورد القمي. حتى المرض اسمه ايه؟ التورد الايه؟ القمي. ما قالش الاوسط ولا السفلي صح؟ المرض اهو صح؟ بتاع ناقص الكالسيوم اسمه بالانجليزي بلوزوم ايند روت. ايند يعني طرف او بالعربي عفن الطرف الزهري طرف فوق خالص القمه فوق تمام. فنفهم المعنى صح ونفهم المفهوم هتسهل الدنيا خالص. لو الورق اللي خارج من قاعده التلت العلوي من هنا اصفرار عام ناقص حديد. لو الورق اللي خارج من منتصف التلت العلوي تخيلوا كده من عند مناخيرك كده مثلا يعني عشان نسهلها مع بعض بقع مسفره كبيره ناقص زنك مع تقزم السلميات كويس. لا ده بقع مسفره صغيره جدا كانك جايب ابره وبتخرم في الورقه ده ناقص منجنيز. لا ده الاصفرار او التغير ده في قمه الطرف العلوي فوق خالص اخر حاجه فوق. لو لون بني ناقص بورن. لو الورقه لاويه بوزها في وشك ناقص كالسيوم. اوريكم صور للحاجات دي الكلمتين دول ولا كفايه كده نكمل. انا هقفلكم عند الصوره اللي هي تفرق معانا اهي. ده انا بقى الدوره مثلا انا هاخد الصور اللي تبين حكايه ثلاث اتلات دي تمام. نبات الدوره اهو كله اخضر وزي الفل الا اول ورقه تحت طالعه في التلت السفلي تحت اصفرار عام محتاجه بقى فقاقه دي نيتروجين سهله اهي خلاص. هتلاقي نفسك خبير في الموضوع ده. صعبه نعم افضل طرق العلاج سمت. بص يا سيدي حاضر ناقص العناصر ده يحصل من ثلاث حاجات. يا ما بتسمتش سمت صح. ده عندك ناقص نيتروجين ما بتسمتش سمت. لا بسمد فاضل حاجتين. في عنصر زياده بتحطه بيثبط العنصر ده التضاد قلل العنصر الزياده. لا العناصر مظبوطه فاضل حاجه واحده ثالثه اخيره بي اتش التربه خلاص. ما هو يا بي اتش التربه يا تضاد يا ما بتسمتش. تاني بصوا يا جماعه هو بيسالني طب العلاج ايه؟ ايه سبب اعراض نقص العناصر؟ حاجه من ثلاثه. اول حاجه خالص ما بتسمتش في عندي نقص بوتاسيوم يبقى انت ايه ما بتسمتش بوتاسيوم. لا بسمت بوتاسيوم خلاص الغي العامل ده على جنب فاضل حاجتين بي اتش التربه. ربما يكون بي اتش التربه شديد القلويه مثلا يعني يبقى البوتاسيوم هيبلاش البوتاسيوم نقول عنصر الحديد مثلا عشان نتكلم في حاجه منطقيه. في نقص حديد ما بسمتش حديد طب خلاص سمت حديد كويس. لا بسمد وبرده في نقص ربما بي اتش التربه. ربما يكون بي اتش التربه ده شديد القلويه يبقى في نقص حديد. طب اعمل ايه؟ مش هعالج القلويه لا الحديد استخدمه هنا على طول هعرف ان انت بتحط سلفات حديد ارخص حاجه او حديد اديتا. حديد الاديتا بالمناسبه الاديتا لا يصلح اضافته في التربه. الحل الوحيد ليه هو رش للاسف يعني. ليه؟ لان الحديد الاديتا بيتحمل بي اتش التربه من 4 لـ7 يعني من وسط حامضي لوسط متعادل. احنا ارضنا لا حامضي ولا متعادل فهتحط حديد اديتا في الارض هيترسب. انما الصح حديد ادها لان الادها بتتحمل من 3 لـ11 تمام هو اللي ينفع في الارض عندنا. طب السبب الثالث لو احنا يعني حاطين حديد ادها فاضل حاجه واحده ربما تكون حضرتك مزود عنصر بيقلل الحديد. ايه العنصر اللي احنا نزوده يقلل الحديد؟ نبص على الجدول تاني. برافو عليك. راح فين؟ الزنك يزيد يقلل الحديد. لو انا حاطط افراط في التسميد بتاع الزنك بتاعي الحديد هينقص. خلاص يا جماعه؟ يوم اعدل الدنيا اشوف ايه السبب واعمله، ما بسمتش اسمت. لا ده البي اتش اتجنب البي اتش ان انا احط الحديد على شكل ايدها مش اي شكل تاني ده الحل. لا حطه ايدها وبرده النقص بيحصل يبقى خلاص ده اللي فاضله. لا مفيش تضاد كمان لا يبقى ماليش دعوه انا ما اشوف يبقى انت محسود. لا لا واخد عين. طيب عشان بس اوريكم دي اعراض نقص عناصر ده نقص النيتروجين محتاجه كلام خلاص. طيب نطلع منها بص على الفوسفور
اوريك الصوره الاوضح، اللون الاحمر اللي في الورقه، وفي انهي ورقه؟ يمكن الطماطم اهو اللون الاحمر. اهم حاجه انت كده عارف حاجه؟ لا، لازم تبقى عارف الورقه دي مكانها فين. وطبعا دي معمول فوكس على الشكل يعني، بس الورقه دي مكانها تحت اهو، اللون الاحمر ده ناقص فسفور اهو. بص هنا الورقه الكبيره دي طالعه من تحت خالص، دي الورقه في تحت في التلت السفلي تحت، طالما فيها احمرار كده ده ناقص فسفور. خلاص يا جماعه، اللي يهمني مكان الورقه فين، لان في ظاهره تانية بتحصل، الورق الطرفي اللي فوق هو اللي بيحمر. عارفين ده امتى؟ ده مش ناقص فسفور ولا حاجه، ده ايه ده؟ صقيع. ايوه، بيبقى برضو النبات مش ناقص فسفور، بس النبات احتياجه للفسفور في الجو البرد والصقيع بيزيد قوي، لان الفسفور قلت لكم مصدر الطاقه بتاع الاي تي بي والاي دي بي داخل النبات، فبيبقى عاوز كميه فسفور ازيد من اللازم. من ضمن الوظائف اللي بيعملها الفسفور انه بيكسر في صبغه الانسوسين اللي بتدي اللون الاحمر. لما الفسفور يقل بسبب البرد تقوم الصبغه دي تتراكم فوق، يقوم يظهر اللون الاحمر. خلاص، وهو برده في العنب اهو ورا احمر اهو، ناقص فسفور. خلاص بقى مش محتاجه حاجه، التلت السفلي من الساق في لون محمر ناقص فسفور، في اصفرار عام ناقص نيتروجين، في اصفرار حافه اللي ورانا دلوقتي ناقص بوتاسيوم، اللي هي هذا البوتاسيوم مثلا اهي، هذا الدور اهو مثلا، الورقه تحت اهي اصفرار في الحافه وبقيه الورقه خضراء، والورقه فين؟ في التلت السفلي بوتاسيوم. خلاص، بس نسيت اقول لكم حاجه، افرض الظاهره دي حصلت النهارده وسيادتك جيت تتفرج عليها بعد شهر، هيفضل البوتاسيوم ناقصه هنا ولا هيسرح في النبات كله؟ في النبات كله. اللي انا بقوله ده كله شرط في بدايه ظهور اعراض نقص العنصر، اللي انا بقوله ده شرط عشان تعرف تنفذه في بدايه ظهور اعراض نقص العنصر. خلاص، كل دي صور لنقص البوتاسيوم اهو، اصفرار حافه الورقه وبقيه الورقه خضراء، تمام اهو، دي مثاليه جدا، ورقه الذره برضو الحافه بس اللي مصفره وبقيه الورقه النص الورقه كله ايه؟ اخضر، ده نقص بوتاسيوم. المهم الشكل ولا الورقه فين؟ الورقه فين؟ في التلت السفلي تحت. خلاص يا فندم، اللي فات اشوف انت بكتب بس بتاع اهي. العناصر المتوسطه مثلا بقى اعراض نقصها، نبص على الكالسيوم مثلا اول حاجه، اكيد اكيد الكالسيوم اه. بصوا بقى هجيب لك الصوره المعبره اهو، عفن الطرف الزهري اللي هو البلوزوم اندروت او نقص الكالسيوم، قلنا الكالسيوم مكانه فين؟ في قمه الفرع. طب هي الثمره فرع؟ لا فرع. استعرف الثمره كده، الثمره اصلها ايه؟ زهره، والزهره اصلها ايه؟ ها، ساق متحوره اجزائها الخضريه الى اجزاء زهريه، اصل الزهره ساق، والساق دي تحورت اجزائها الخضريه الى اجزاء زهريه بقت زهره، والزهره حصل فيها تلقيح واخصاب بقى فيها جنين اتكون ثمره، فاصل الزهره ثمره، اصل الثمره قصدي زهره، واصل الزهره ساق، قمه الثمره هي قمه الساق مش كده؟ فقمه الثمره هو طرف الزهر السايب ده، ونقص الكالسيوم ما بيحصلش الا هنا في قمه الفرع، فيحصل اعراض نقص الكالسيوم هنا. انما انت لو لقيت البقعه في الجنب هنا ولا في الجنب هنا، ده مش كالسيوم، ده ممكن لو طماطم يبقى لفحه بدريه، لفحه متاخره، اي حاجه تانية، لكن مش نقص كالسيوم. شرط نقص الكالسيوم لو ليك صوره تكون يعني ما فيش حاجه تانية اهي، ثمره الطماطم دي في ناحيه عند فيها الكاس والعنق صح، الناحيه المقابله ليها السره للناحيه الثانيه، الطرف الزهري الناحيه الثانيه هو اللي يحصل فيه البقعه دي، بقايا حتى البتلات اهي الطرف الزهري. نقربها بصوره ثانيه، الكوسه ثمره الكوسه في جزء في العنق والجزء الثاني في زهره صح، العفن يحصل فين؟ في الطرف فوق عند الزهره، يبقى ده نقص كالسيوم. طب لو العفن حصل تحت عند العنق، حد يعرفها؟ هو مش كالسيوم، دي اصابه فطريه، بيبقى فطر ايه؟ لا، بيبقى فطر البوترايتس، بيعمل تنفيل في الكوسه وفي الخيار. تفرق بين العفنين ازاي؟ واحد تحت وواحد فوق، اللي تحت ده بوترايتس عند العنق بتاع الثمره بتاعت الخيار، واللي فوق ده نقص كالسيوم. يعني انت لو مسكت حته خيار قد عرض الصباع كده سقطت، انا اوتوماتيك وانا مغمض عيني امسكها واحسس عليها كده، لو من الطرف
طريه ناقص كالسيوم. ابتدي ابحث واشوف ايه مشكلته في الكالسيوم. لا طرف جامد وطريه من تحت، اقول له هات السويتش والسكور بتاع سنجنتا ورشهم، ده عندك بوترايتس وخلاص خلص الموضوع. خلاص يا جماعه؟ نعم يا فندم. اه خلاص خلاص هي الناس اللي طيب اهو الكبريت قلنا اصفرار عام، بس الورقه فين؟ في النص صح. طب اصفرار عام تحت نيتروجين، اصفرار عام فوق حديد. اظن بقت سهله اهي. المغنيسيوم هوريك احلى صوره ليه، صوره ولا صوره من دول. طيب يعني المفروض يعني بقع مسفره كبيره، بس مسفره مش حمراء يعني، هذه اصابه متقدمه شويه بس ما علينا مشيها. المهم الورقه فين؟ في نص النبات. الحديد بص اوريك صوره تكون كويسه اهو، الورقه اللي في التلت السفلي الاوسط تحت اخضر، قمه التل قاعده التلت العلوي صفرة. لو فتحت القمه دي ده بقيه الفرع، ما هو متركز تحت مش كده؟ هتلاقيه اخضر. المنجنيز اوريك اهي بقع مسفره صغيره جدا بين العروق اهي، بس مكان الورقه دي فين؟ ها؟ في التلت العلوي في منتصفه. بص امسك الفرع قسمه ثلاث اتلات بعينيك كده زي ما تقسم جسمك. اقسم جسمي كده، انا واقف قدامي من صابع رجلي كده لغايه مفصل الفخذ، ده التلت السفلي. بطني كده في النص، ده التلت الاوسط. من رقبتي لنهايه شعري من راسي من فوق، ده التلت العلوي. لو النقص الاصفرار من هنا قاعده التلت العلوي، ده ناقص حديد. لو البقع المسفره في منتصف التلت العلوي، بقع صغيره قوي منجنيز، بقع كبيره زنك. لو المشكله فوق خالص كالسيوم او بورون. خلاص كده كفايه عليكم كده، وبتعالوا كل يوم. شكرا جزيلا.